الخلفية بطبيعة الحال هو السياسة الفرنسية أساسا في منطقة شمال إفريقيا التي تريد أن يبقى الأمر قائم كما هو عليه ولا يكون هناك أي حلحلة للموضوع، وأن لا تحرر الطاقات في المنطقة، وأن لا يكون هناك أمن واستقرار دائم على أساس العدالة والقانون الدولي وتوصيات مجلس الأمن. إذا لن يبقى لنا إلا الرجوع إلى المحكمة مجددا، نحن في انتظار أن يتم ترسيم الاتفاق وصدور الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ومن أجل أن نقدم شكوى جديدة للمحكمة الأوروبية. والغريب في الأمر أن أوروبا تقوم بهذا الموقف في الوقت الأسبوع، نحن في الأسبوع القادم سنكون في بروكسل الجمهورية الصحراوية في إطار الشراكة ما بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.